بصي، احلى عيديه بالنسبه لي كانت هو تكريمي في مهرجان الزمن الجميل في بيروت اللي بينظمه هرعتش سغبازاريان. عملوا حدث يعني فيستيفال كان على مستوى يمكن مهرجان كان بنجومه من كل الوطن العربي، وعندنا من مصر كنت انا مع برفقه هاني شاكر الدكتور العظيم منقبنا وفادي عبد الغني ونجمه النجوم صفيه العمري. فرحت جدا انه بالنسبه لي دي، عارفه لما حد بيديكي جايزه كاني بيقول لك برافو انت ماشيه في الطريق الصح، لكن المفاجاه اللي هم كلهم ده اسم حتى التكريم الزمن الزمن الجميل. الجميل. شوفي حلاوته.